حول هذا الموضوع نعود إلى الدكتور فراس شعب. دكتور فراس هل تسمعني؟ نعم أسمعك. دكتور فراس أهلا وسهلا بك مبدئيا وأسعد الله مساك. حيادي لكم. أهلا بك دكتور فراس. إذا ما بدأنا حول زيارة الرئيس الصيني إلى المنطقة العربية، ماذا تريد الصين من الدول العربية والشرق الأوسط اقتصاديا على الأقل؟ بالحقيقة المنطقة العربية هي هدف للصين منذ عدة سنوات، يعني وليس الأمر ليس بجديد، يعني ما هذه الزيارة إلا لتكون استكمال لسياسات سابقة. يعني التدخل الصيني في المنطقة العربية ليس أمر اختياري أو أمر عشوائي، ولكنه أمر مدروس، والعكس هو مسألة ضرورية بالنسبة للصين، لأنها تحتاج ما تنتجه هذه الدول العربية من نفط وبتروكيماويات، أيضا تحتاج لإيجاد أسواق لمنتجاتها التي تشكل المنطقة العربية سوق أساسي للمنتجات الصينية. وبالتالي ما يجري اليوم من توافق عربي صيني هو تكليل أو استكمال لخطوات سابقة توقفت في مرحلة من المراحل في فترة ترامب، وعادت للاستمرار مؤخرا بسبب سوء العلاقات نوعا ما الخليجية الأمريكية. استفادت الصين من هذا الموضوع، لذا تسعى الصين ليكون لها موطئ قدم قوي جدا في المنطقة العربية من خلال الاتفاقيات التجارية التي تعقدها مع دول العربية ودول المنطقة ودول الشرق الأوسط. أيضا الصين لها مطامع في شمال أفريقيا حتى تكون على البحر المتوسط، لذا موضوع التدخل الصيني في المنطقة العربية تجاريا واقتصاديا هو مسألة ضرورية جدا للاقتصاد الصيني. الصينيون يعلمون حجم هذا الاقتصاد وقدرة هذا الاقتصاد على المساهمة في دعم الاقتصاد الصيني. طيب أيضا يعني دكتور فراس على